صباح النور أصدقائي، السلام عليكم. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كصبحتو؟ كلشي بخير؟ جمعة مباركة من قناة عبدو مارتين. اليوم كما كتشوفوا معانا، جينا للمشروع هذا الصباح تاني باش نصوروا لكم تاني على برا. هانتوما هنا، هذا مشروع أبواب البحر بوقنادل، اللي هو مشروع فيه سكن متوسط وسكن اقتصادي. شفتو معانا؟ والمشروع الإخوة راه كبير، وأكبر بروجي عندهم هو هذا عندهم في مدينة بوقنادل. إوا خليكم معانا الإخوان، ما تفلتو حتى شي لقطة. شوفو هنا باش تشوفو الأجواء كيف دايرة هنا في هذا المشروع ديال أبواب البحر بوقنادل، اللي مشروع رائع ومشروع زوين. والجودة الإخوان قارب من طريق قنيطرة، حداهم السبيطار وقريب ليهم لاكار ديال بوقنادل، حتى هو قريب يخدم. يوم ان شاء الله غادي نمشيو باش تعرفوا على المشروع كامل، مشروع ابواب البحر. خليكم معنا اصدقائي. هذا هو مشروع أبواب البحر كما تشوفوا معنا، عندهم سكن اقتصادي ديال 25 مليون. مرحبا بكم جميعا، والتسويق راه بحال بحال بين 10 و15، وعندهم حتى الميتراج بين 7500 درهم وكاين حتى 14500 درهم في هذا الشطر الاخراني. الإقامة الأخرى اللي فيهم لعب بيسين. ومرحبا بكم جميعا الأصدقاء أو في قناة عبدو مارتين، والناس اللي تحقوا بنا الجدد مرحبا بكم جميعا، داخل أرض وطن وخارج أرض وطن، متتبعين ديالنا الأوفياء قناة عبدو مارتين. النمرة غادي نحطها لكم أسفل الفيديو، خليكم معنا. والمزيد من المعلومات أتلقوا النمرة ديال المكتب، تواصلوا بهم. ومرحبا بكم، هذا المشروع أبواب البحر بوقنادل لأكبر بروجي عندهم هنايا. وصورنا البارح، اليوم الخميس، البارح صورنا نهار الخميس، واليوم الجمعة جينا هنايا كنبارطاجيوكم تاني المشروع. طلبتو منا الإخوان، طلبتو قلتو لنا خويا عبدو مارتين عاود رجع صور لنا هنايا. حنا كما كتشوفوا معانا، هادشي هذا راه سولت عليه كلشي ديالهم، هاد الارض كامله كما كتشوفوا معانا هنا تحتها بزاف فوق هاد الجبل هذا. والاشغال هنا كيدوزوا هاد الحاك اللي هضرت لكم عليهم البارح، وهذاك المشروع اللي فيها حتى هو محسوب عليهم. انا حاول نطلع فوق الجبل من ليه باش نبان لي، باش يبان لكم كلشي. مرحبا بكم، عاد مشروع ابواب البحر بوقنادل أكبر مشروع عندهم هنا. شوف راه فين هو، أنا يمكن هما اللي كانوا كيبيعوا بالمطراش هنا هنايا. المهم الإخوان اللي خاصتو شي حاجة تواصل مع المكتب، نحط لكم النمرة في صندوق الوصف. أشغال انا غادي نمشي الجهه الاخرى باش نقرب، باش يبان لي المشروع كامل من الجهه الاخرى. انا هابط هنايا تحت من فوق واحد الجبل، ها انتم
هذا راه محسوب عليهم وطلعوا حتى الفوق، طلعوا حتى لجد البحر. هادشي كلشي ديال مشروع ابواب البحر بقنيد اللي مشروع كبير كما كتشوفوا معانا، ما شاء الله اللهم بارك. اللي خاصته شي حاجه مرحبا با تاخذوا في هاد الشطر هذا، ولا تاخذوا الشطر الثاني. يعني عندهم راه عندهم هنايا البراطم موجودين، عندهم ديال الميتراج، عندهم ديال سكن متوسط، عندهم سكن اقتصادي. مرحبا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد من قناة عبدو مارتيل. كما كتشوفوا معنا احنا في مشروع ابواب البحر في الشطر الاول، واجهين اليوم باش نبارطاجيو معكم اللي كاين في هذا المشروع. هذا الصالون كما كتشوفوا معنا، كما وعدتكم ديك المره قلت لكم مازال غادي نصور لكم، راني كنصور مشاهدينا الكرام. خوت هذا هو مشروع ابواب البحر بقنادل. انا غادي نصور كما كتشوفوا معنا، اللي هذا هو الطرونش الاخراني ديال شطر واحد. شوف مشروع ابواب البحر في مدينة بقنادل، لأكبر مشروع عندهم هو هذا، والحمد لله كان إقبال. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشطر الثاني ديال المشروع ابواب البحر كما شفتوا معنا، وغادي نحاولوا ندخلوا ان شاء الله باش نبارطاجيو لكم كامل، نصوروا لكم لقطه بلقطه. مشاهدينا الكرام الاوفياء قناه عبدو مارتيل، طلبتوا منا باش ندخلوا المشروع، حنا جينا اليوم هنايا باش ندخلوا باش نبارطاجي لكم المشروع كامل. ومرحبا بكم جميعا الاصدقاء الاوفياء قناه عبدو مارتيل، حتى الناس الجدد اللي التحقوا بنا مرحبا بكم.